السلام عليكم أخواتي الغاليات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وبعد غيابي طويل جبت لكم ملاقية ديال لواية شبيهة طرندة بالكروشي. مرحبا بكم في قناتي، قناة أم لمياء، ساعد فن الكروشي والأعمال اليدوية. ندعو على بركة الله في الإنجاز ديال هاد الملاقية شبيهة الرنطة. على بركة الله غادي نحتاجو كروشي نمرة 12 0.60 أو 0.6، صبرة على 4 شعرات. نبدأ على بركة الله. ندير عقدة البداية هذا الشكل. هذا غادي نبداو جهة معاكسة باش ما حيت هنا مبقاش هاد الجهة مبقاش فين نخدم. غنبدا من الجهة الأخرى منش بديت في الأول. هذا داك الخيط ديك بحال هدا، غادي نبدا نغطوه لداخل. غادي نجو هنا نديرو قياس عمود ونثبتو الخيط في الثوب، نردو هادي لداخل. من بعد كندخلها اما في الثوب ولا كنديرو لها عقيده باش ما تحل من بعد، وكنقطعو الخيط. يعني هذا راه يخرج لي من هاد الجهه، من بعد ندخلو بهاد الطريقه. اش كنديرو مباشره هاد الاعمده، حتى هادي بدايه خادمين على السلسله. المهم غادي نديرو 4 الاعمده. واحد، ثم راه غادي ديرو بحال هاد الطريقه من البدايه. يعني هذه هي البدايه، انا كنهز على بدايه اخرى. وخدمت بلون معاكس، يعني لون مغاير زعما باش تقاد ليا صراحه داك اللون باش خدمت هذا الملاقيه تقاد ليا، ما لقيتش بحالو وقلت نخدمها بلون اخر يكون قريب ليه. المهم كنديروا 4 الاعمده، قياس العمود ديالنا كنثبتو في الثوب بحال هكذا. كندير واحد المسافه صغيره، كنديروا غرزه حشو، مسافه صغيره عاوتاني كنديروا غرزه حشو، نقلبوا العمل ديالنا فوق هاد الاعمده الاربعه. كنهزو 4 الاعمده، الثاني، الثالث. كما كنقول لكم البنات ضروري تصيري يديك في الخدمه، خصوصا الكروشي. هذه الخدمه بالضبط ديال الصبره ضروري تصيري يديك، يعني ما تخليهاش مرخوفه بزاف. من بعد ملي كتصبر الخدمه وكتلبس يعني واحد المده كتولي كتنتف بالزربه، ويعني وكتحل. والخدمه المتقونه المزيره راه كتبقى صامده. عفوا ما غاديش ندير هاد، ما غاديش نديرو هادو، غادي نثبتو نكتفي ونثبتو ثبتو هاد الاعمده في الثوب فقط. غادي نقلبو العمل ديالنا هنا وغادي نبداو دابا اللواية. داك الوصل اللي كتكون هادي غنبداوها دابا. كنديرو غرزة حشو، كنطلعو 3 سلسلة. هادي ارتفاع ما كنحسبوهاش مع الاعمدة ديالنا، ولا كتحسب حيت بس العمود درنا غرزة حشو. المهم ها واحد،
مزيوش ثلاثة الربع هي غرزة حشو عفوا غادي نحل هذا ثلاثة غرز ثلاث سلسلات كارتفاع كنضربو كنهزو عمود في النص بلاصة فين درنا غرزة حشو ديالها ثلاثة سلسلة درنا العمود الأول العمود الثاني الثالث والرابع كنطلعو ثلاثة سلسلة الشيء اللي درنا هنا كنديرو نهزو عمود ديالنا في العمود التالي ماشي في نفس البلاصه فين درنا السلسله الثالث الرابع نهزو فوق الرابع الثالث زعما الرابع نهزو فوق هاد ثلاثة سلسلة حتو كيفاش كتجي بحال هكا حنا دابا غادي نديرو ربعة الأدوار واحد جوج ثلاثة أربعة يعني دابا درنا جوج غادي نكملو شخرين يعني العمود الموالي نتمنى تكون واضحة لكم الصورة البنات راه غادي تكونوا فهمتوا الطريقه ديال العمل خلينا دابا واحد هاد الدور اخير ثلاثة سلسلة ارتفاع يعني كارتفاع ونديرو موراها ربعة الأعمدة اخرين هاد السلسلة غادي نهزو وسط هاد السلسلة غنهزو عمود دابا الخطوة المهمة اللي كنديرو هي أننا كنقلبو العمل كنجيبو الجهة كنسرحوها مزيان باش مزيناش مكمشة باش مزيناش مكمشة على هاد الشكل هدا هي دابا دايرة كنديرو غرزة حشو نحطو كنقلبو العمل ديالنا ما كنطلعوش كنجيو كنديرو غرزة حشو فوق هاد الأعمدة كنمشيو الجهة المقابلة ها هي نحاولو نقدوهم باش ميجيوناش جهة طالعة جهة نازلة كنديرو غرزة حشو كيفاش كتجي الهواية أنا نعود معاكم حتى أخرى غادي نطلعو جوج غرز حشو اخرين غادي نرجعو نديرو هنايا
جوج ادوات ديال ربعة الأعمدة، العمود الرابع، توب توب غرزة حشو، غادي نزيدو غرز جوج غرز حشو، يعني شوفو المسافة اللي كندير بيناتهم راهي متساوية، حاولو تردو البال بين في هاد الغرز باش ميجيكمش ديكالاج الخدمة. نرجع نديرو الأعمدة ديالنا، الدور التاني تكونوا دابا فهمتوا الطريقة ديال العمل. العفو انا ديما كنغلط هنا، كنمشي مع الخدمة وكنسى. دابا درنا جوج ادوار، غادي نجيو نديرو هاد الوايع والتاني، كنديرو جوج غرزة حشو فقط، كنطلعو سلسلة، كنهزو نفس في نفس السلسلة بلاص السلسلة عمود باش كيكمل لينا ربعة الأعمدة. العمود الثاني، الثالث، الرابع، كنديرو ثلاثة سلسلة، كنقلبو العمل ديالنا. هاد المرة ما كنهزوش هنا، كنهزو هنا، نقلبو العمل ديالنا ثلاثة سلسلة، كنجيو هاد البلاصة يعني العمود الموالي، كنديرو فيه العمود، المهم ربعة الأعمدة، وما كنحسبوش هاد السلسلة، كنعتبروها كارتفاع، يعني هاد التاني، بقاونا جوج الأعمدة. ثالث، نجيب هاد السلسلة ونزو فيهم الرابع على الشكل هدا، غنقلبو العمل ونديرو نفس العمل اللي درنا سابقا، العمود الثالث، وكنجيو لهاد ثلاثة سلسلة الاخرين، وكنهزو عمود كتجينا بحال هكا، كنقلبو العمل ديالنا، كنمشيو للجهة المعاكسة، كندور على هاد الشكل هدا، لاحظتو، كندورها بحال هكا، وكنحاولو نقدوها مع التوب ديال التوب باش متجيناش مكمشة بحال هكا. نقلبو العمل ديالنا، غرز حشو باش كنمشيو نتبداو في الجهة الأخرى. كنعتذر على هاد الإزعاج الأخوات،
15 جهه مقابله جهه مقابله تماما، كنقدوها مع الجهه الاخرى وكنديروا نثبتوها بحال هكا. شفتوا كيفاش كتجي هكذا زوينه، يعني كتجي شبيهه في الرندو. هادي مع كنت خدمه قديمه شنت فات كلها، وكان نيت الخيط ديالها ماشي هو هذاك داكشي علاش عاد تعمدت نديرها بهذا اللون اخر. نتمنى يكون عجبكم الدرس ديال اليوم والخدمه ديالو، ومرحبا بكم في التعليقات اللي عندكم شي اسئله ولا شي استفسارات، مرحبا بكم. نقول لكم مع السلامه.